النهارده انا معايا ضيف خبير في المنطقه دي، عمل اتحاد للرجاله اللي بتعاني من قانون الرؤيه. انا مش هقول هو مين، انا هسيبه هو يعرف نفسه. اتفضل. انا مش خبير بالدرجه ولا عملت اتحاد، الاتحاد اوريدي موجود ومؤسسينه معروفين. حمله تمرد ضد قانون الاسره بتشمل رجال، سيدات غير حاضنين لاولادهم، تشمل جدات واجداد واعمام وعمات ما بيشوفوش احفادهم ولا اولاد اخوهم. حمله تمرد هدفها الاول والاخير لم شمل الاسره المصريه. انت بتقولي اللي احنا شفناه ده كان حاجه تافهه. لا، حاجات في حاجات مهزله اكتر من كده. ايه في حاجات؟ إيه؟ في جده ممكن تشوفيها قاعده بتبكي في المسجد، في مسجد اللي جوه مركز الرؤيه بتبكي، ولما سالتها اللي انتم مسمينه الخراب، الخراب يعني انا بسميها خرابة لان هي فعلا اشبه بالخراب. مكان غير ادمي، يعني مكان ممكن انا اولادي يكونوا في طبقه معينه بنزل بيهم للقاع، فبتبكي الجده. فلما بسالها في المسجد قاعده بتناجي ربنا، وده اللي انا شفته كان قبل العيد الكبير، جايبه لبس بناتها لاحفادها والام ما جاتش، كان نفسها تعيد باللبس ده. جده تانية تيجي في العيد عشان تشوف احفادها وتعيد عليهم وتديهم عاديه زي احنا، هو ده البيت، هي دي الجده اللي كنا بنتجمع عندها كل جمعه، هو ده البيت المصري. بقت الجده النهارده بدل ما الدوله تكرمها اللي عندها 60 و70 سنه واكتر، تنزل يوم جمعه عشان تشوف حفيدها ساعتين او 3 ساعات، وممكن كمان ما تشوفوش. بل بالعكس، تعالي نشوف القانون قال ايه. لكل من الابوين، ده النص، نص الرؤيه، لكل من الابوين حق في رؤيه الصغير او الصغيره، وللاجداد مثل ذلك في حاله عدم وجود الاب. يعني الاب لو متوفي او لو مسافر، الجد والجده من حقهم يرفعوا قضيه رؤيه عشان يشوفوا حفيدهم. ولذلك تلاقي في الرؤيه اللي بيحصل، الام تعترض تقول لك مش قانوني وجودها وتمشي الجده، ده بيحصل. تعترض على وجود العمه، مش قانوني وجودها. لا الاب بتهزر. ده بيحصل والله، ده بيحصل. القانون ضد قانون ربنا بتاع صله الرحم، ده مش قانون، ده فساد في الارض، ده فساد في الارض. يعني انا لما بتكلم النهارده بقول النهارده زي ما الرئيس السيسي اتكلم عن في مؤتمر الشباب السادس الاخير في جامعه القاهره، وقال لما اتسال على حالات الطلاق والزياده اللي بقينا فيها، قال احنا الاول عالميا، احنا الاول في الفشل، احنا الاول في خراب الاسره المصريه. الاسره المصريه اللي كانت معروفه على مستوى العالم، حتى اللي كان بره يقول لك اتجوز بمصريه عشان بتعرف تحافظ على بيت، لا، النهارده المصريه او مش المصريه، القانون شجع كتير من ضعاف النفوس، من بعض ضعاف النفوس منهم، ان سهل جدا تخرب البيت. قبل ما نسجل بتقول لي مش هترجع له ليه؟